وتنظن الآن الأوان أننا كمغاربة أو من حق المغاربة أنهم يثيقوا ويفتخروا بهذا المنتخب، لأنه يقدر إن شاء الله يجيب كأس إفريقيا. واخا حنا تنتكلموا على خصنا نوصلوا للسيمي فينال وهذا، ولكن حنا ما غيرضينا الا ان شاء الله ناخذوا كاس افريقيا، لان تنظن عندنا مجموعه من اللاعبين الجيدين اللي قادرين ان شاء الله باش ياخذوا الكاس. تبارك الله عليكم سي رشيد، شكرا جزيلا. شكرا لكم.